الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. كل عام وحضراتكم بخير. رمضان شهر الكرم، شهر الخير، المعسكر المغلق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعله فرصة لينا. زي ما حضرتك بتركب عربية وكل فترة بتقول أنا لازم أوديها التوكيل، أودي التوكيل علشان أعمل إيه؟ أعمل صيانة للعربية نفسها. ربنا سبحانه وتعالى جعل شهر رمضان لنا كأن بندخل جسمنا وصحتنا وأخلاقيتنا داخل التوكيل لنعيد مرة أخرى البرمجة والضبط مرة تانية. فرصة رمضان إن إحنا نحاول نقف على بعض السلوكيات اللي إحنا بنتصرفها طول العام ونحاول نقول يا ترى هي صح ولا غلط، هي في أنهي جانب. يقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لو جينا نتكلم عن أول حاجة في رمضان هنقول الإسراف كيف هو في رمضان. كلنا حضرنا جدول العزومات وعرفنا هنعمل أكل إيه وعرفنا الوجبات. ياريت وإحنا بنحدد هذا القائمة بتاعت الطعام نراعي بس إن وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نراعي إن ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عن النعمة كيف هي الأداء. وإحنا بنستعد لرمضان ياريت نكون كلنا حاولنا نؤهل أطفالنا وأبنائنا الصغار للصوم. على فكرة من الحاجات الصعبة جدا إن إحنا ما نعودش ولادنا على الصوم. الصوم والصلاة فيهم مشكلة إذا إحنا ما قدرناش نعود أولادنا عليهم. طيب كيف كان الصحابة بيتعاملوا مع تعويد الأطفال للصوم؟ أو قولي لي حضرتك هعود ولادي إزاي؟ ده أنا أول ما أقول لهم بكرة هنصوم يعني مش هاكل، يعني مش هشرب، يعني هبقى حاسس بالجوع، هقول له لا أنت عندك كم سنة؟ 5 سنين، 6 سنين، ايه رأيك احنا هنصوم من الفجر لغاية الظهر، وبعد الظهر هديك ساندوتش صغير كده، وبعدين نصوم من الظهر لغاية العصر، من العصر لغاية المغرب. بعد ال10 ايام الاولانيين ابدأ اغير تاني واخلي من الصبح لغاية العصر. هتلاقيه اكيد اخر 10 ايام بيقولك انا عايز اكمل اليوم. الصحابة كانوا بياخدوا أولادهم للمسجد وبيعملوا لهم عروسة من العجوة، ويقعدوا الأولاد يقولوا جعانين وعايزين نفطر وإحنا كده خلاص، فتديله العروسة اللي معمولة من العجوة يمص فيها فيشعر بالشبع، وفي نفس الوقت هو يبقى حاسس بإنجازه اللي عمله في آخر اليوم وهو إن هو صام شهر رمضان. إذا احنا النهاردة بنتكلم عن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأم لها دور كبير جدا 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 في تغيير وتعديل السلوكيات للأطفال. ناخد بالنا ونحاول إن احنا ندرب ولادنا يا رب على سلوك واحد بس نستمر معهم فيه ونطبقه لغاية رمضان، ونشجع السلوك ده إن هو يستمر لبعد رمضان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. رمضان كريم.